قرار جديد، وزارة الأوقاف تأمر بإغلاق المساجد بين العشاءين. تفاجأ المصلون بعد صلاة المغرب اليوم بإخبار الإمام لهم بأن المسجد سيغلق مباشرة بعد انصرافهم، ولن يفتح إلا قبيل أذان صلاة العشاء، بعدما صار يبقى مفتوحا كعادته القديمة في الأسابيع الأخيرة. الإمام بأحد مساجد مدينة سلا أخبر المصلين بأن القرار صادر من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بمدينة سلا، ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تجاوزت اليوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 سقف 1500 إصابة.